اتفضل ابن عمي. مين وانتي؟ انا سميحه. وليش مو نادره يلي عم تناولني بشكير؟ لانك طلبته مني الي امبارح. اليوم دور ندورتي ما بدي العتيقه. ندوره ندورتي. نادره خانم، شرفي ناولي البشكير لابن عمك. تفضل ابن عمي، الله يتقبل يا حق. منا ومنك صالح الاعمال. الحمد لله رب العالمين، ربي اشعل وضوئي من زمزم يا رب. يا رب اطعمني اطعمني ولا تحرمني. وين مدلك سجادة الصلاة؟ لا تمديها، لا تمديها انت. مرتي الجديدة بتمدها، وين مرتي الجديدة؟ مرتي الجديدة سميحة خانم. يلا يلا روحي روحي مدي لي سجادة الصلاة جوا، أبوام قبل ما يهرب الوقت. أنا ولا نادرة؟ لا أنت، امبارح مدتها نادرة، اليوم دورك أنت. حاضر. أنا زلمة بخاف ربي، لازم أعدل بيناتكم، شو هالحكي ها؟ زكي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولي آمين أنت وياها ولي. آمين. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، يسر لي أمري واشرح لي صدري. آمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك. يلا ابن عمي راح تروح عليك صلاة الظهر. استني ولي، عم بدعي لربي. جاهزة السجادة؟ جاهزة. يلا. دخيلك بيعدل لي بشغلات وشغلات بالبشكير وسجادة الصلاة بس. لك أنا مثل هالزلم ما شفت ولا عيني رأيت. لكن مجير الدين كلياته لحسابه الشخصي ومنفعته الخاصة. صحيح، فهم هالزلمة للديني عن الخليقة، بس هو ها مو كل الناس. إيه والله اللي فهمانين دينهم على أصولهم بنحطوا على الراس. إيه روح يعدل بين أولاده بالأول. قلتك حصرتي على زاهد اللي قلعه من البيت ورح يحرم من الوردة بس لأنه وقفوا بوشه وما خلاه ياكل حقوق عماته. للزهدي طبطب على إيدين أبوه وقال له ولو يا أبي معك حق، عماتي ما بيطلع لهم شيء معك. وهو دوز دغري سفق بيت المهاجرين من ورا هالكلمه كانه ناطر مين يشجعه. دخلي بدي اسالك، لهلا ما تصالح زهدي وزاهد مع بعضهم؟ بحياتهم ما رح يتصالحوا، في شيء انكسر بيناتهم وانا قلبي رح يحترق من هالشغله. بتعرفي لسه لو ضليت بلا اولاد مثلك كان احسن لي. اي والله، لك منيح اللي نفدت بريشي وطلعت ما بجيب اولاد. ولك احمدي ربك واشكري على هالنعمه، لانه لو كان عندك اولاد كان لو عليك قلبك عليهم. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه كرمك يا ربي، سبحانه. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. سخنة القهوة؟ إيه سخنة. لحظة لحظة لا تصبي، لحظة. من إيد مين مبارح أنا أخذت فنجان قهوتي؟ من إيدي أنا. ماشي الحال، اصبح كملي كملي، صبي فنجانك. مو مشان شي بحب كون عادل انا. تفضل ابن عمي. يسلموا هديات يا سموحتي. ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة. بتعرفوا يا جماعة لما كنت بين ايدين المولى عز وجل عم صلي الصبح خطر لي خاطر. خير، شو هالخاطر بقى؟ عم اقول لحالي طالما ابني زهدي الله يسلمه رح يخلص عسكريه وصار على وش الجواز، ليش بقى ستي ما بنعطي سطح للمهاجرين لزهدي؟ خلينا نعمره يا ونضبه فيه. وزاهد؟ لك 100 مره قلت لك لا تجيبي سيره زاهد، سيره زاهد لا بقى تجيبيها، فهمتي؟ هذا ولد مغضوب. اللهم اللهم ارزقنا عيشة الأبرار، وكفنا شر الأشرار، وأهلك أعداءنا يا ربي، وأعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. يعطيكم العافية. شو صار بالماكينة يلي طلبنا تصليح امبارح؟ يا ترى مشي حالها؟ مشي حالها تمام ومن الصبح شغالة لك ها. ايوه. وطلبية أبو سعيد وين صرتوا فيها؟ يعني بأكثر من النص بشوي. مو متأخرين؟ أعوذ بالله، عم نشتغل بكل طاقتنا، بس مثل ما بتعرف الطلبية كبيرة كتير. إيه ماشي الحال، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية يا شباب. الحقني على المكتب للشيوخ. يلا.
بتعرف يا ابو عادي اليوم وانا عم صلي الظهر تقبل الله يا ابو زاهد منا ومنك صالح الاعمال الله بعدي اسمه هيك الهمني شغلي خير شو هي هالعامل يلي خرب الماكينه مو لازم يتعاقب ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب صدق الله العظيم طبعا لازم يتجازى شو الحكي يا عمي صحيح يا ابو زاهد بس الغلط ما كان مقصود هلا لا تقعد تدافع عنه وطالع لي خلقي يا ابو عادي الغلط غلط سواء كان مقصودا او غير مقصودين ما تعطلت الماكينه 3 ايام لحتى اجى الخبير وصلحها بلا تعطلت ما تكلفنا على تصليحها من جيبتنا بلا سيدي تكلفنا ما صار عنا هذا الوقت من ورا هالعطل صار سيدي صار اصبح ليش اتحمل المسؤوليه انا ليش يعني الله ما قالها ولا الشرع قالها ولا المجتمع قالها ولا انا قلتها وشو ناوي تعمل يا ابو زاهد الله بعدي اسمه ألهمني إني أخصم من راتبه تعويض عن كل هالأضرار بس هذا عامل مسكين ومو قدرته مسكين؟ إذا هو مسكين أنا شو لكان؟ اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني يا رب العباد في زمرة المساكين يا رب أخصم له من راتبه 1000 ليرة على مدى سنة ونص خليه يعرف إن الله حق خليه مين سكب لي بالصحن الاولاني؟ سميحة اصبح خذي نادرة، خذي يا نادرة دورك هلا اسكبي لي بصحني لانه العدل اساس المعاملة شو اسكب لك ابن عمي؟ مر رزقة، رز ومرقة ورشي لي فوية شلشل، شوية فلفل طيبين هالمخللات يا سلم سلم الطرش بيتكلم شغل مين هدول؟ شغلي ابن عمي يعطيك العافية يسلموا ايديك الهي العافية دحي سميحة على دار دحي اوان ما دخلني اليوم مو دوري بالدح خلص خلص لا تدحوني مشي الحال الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العباد آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين خير يا طير شو في بعد الدعاء يا ترى؟ شو بيحرفني؟ اليوم بعد ما صليت الضحى وبينما كنت خاشع بين إيدين المولى جل جلاله خطر لي خاطر خير عم اقول لحالي ايه صار لازم ابدا معاملة الطابو انو طابو ارض الغوطة اللي خلف لي اياها الوالد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة بين عباد الله الصالحين شبكي شبها ارض الغوطة يعني عم اقول ان الاوان لحتى انقل على اسمي طلعت ايد المسألة حصلت اخواتك البنات رح تطوب لهم اياها لك انو بنات هاي ها انو بنات وين كنتي انتي لما الوالد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة بين عباد الله الصالحين كتب للأرض بيع وشري انتي وين كنتي ها شو قالوا لك يعني باكل مال حرام انا باكل خرسي بيك استغفري ربك استغفري سميحة نعم ابن عمي ابقي فهميها لدوستك هي امراس صغير شلون توزعت الحصص بالعدل والتساوي حاجة يوسوس للشيطان الرجيم براسها أبي كتب لي الأرض باسمي ضروري يخالفه بعد ما ماتوا أنا والله بيشمط لي رقبتي شمط بس الرحمة يا أبو زهر بلا رحمة بلا فحمة ما بقدر خالف أوامر أبي أنا شو الحكي مصدي خلاص ابن عمي خلاص ولا يهمك أنا فهمة على كل حال ما حدا معصوم عن الخطأ ارفعوا إيديكم لشوفوا وقولوا معي آمين اللهم اعصمنا من جهل الجهلاء آمين وسوء القضاء آمين وشماتة الأعداء آمين وهجوم الوباء آمين وموت الفجاءة آمين وزوال النعمة آمين ومن البرص والجزام والكساح والحمى والشقيقة ومن جميع الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام آمين دور مين اليوم؟ حكم العدل أساس المعاملة هل حد يزورني؟ دورك انت ماشي الحال الحقيني على يا سيوس ابو عادي نعم عليك
تعال يرضى عليك، تعال شوي. مور عود هون، في كلمتين بدي احكي لك يا هون. يلا. امبارح وانا خاشع بين ايدين المولى عز بهاؤه وتعالى ثناؤه وعم صلي التراويح، خطر ببالي خاطير. تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. وشو هالخاطر هذا يا ترى؟ انا فكري نحول طلبيه ابو سعيد اللي عم نشتغلها للتاجر ابو رضا. ليش ابو رضا؟ عرض انه يشتريها؟ هو ما عرض يشتري هالطلبيه بالذات، بس هذا طلبه، هذا طلبه حفر وتنزيل. بس نحن عاطين كلمه لابو سعيد واخدين منه رعبون. ايه مرحبا رعبون، منرجع له اياه. هو صحيح القول قول ومو حلوه نرجع بكلمتنا، بس انا الله سبحانه وتعالى هيك الهمني يا اخي. يعني الله الهمك تضره للزلمه؟ ما راح نضر حدا نحن انت الثاني، بالعكس نحن يلي راح ننضر اذا اعطيناها الطلبيه. شلون بقى؟ يا حبيبي اوعك تفتكر اني راح اعطي طلبيه لابو رضا لانه راح يدفع اكثر، اوعها حاشا وكلا. الله يبعدنا عن الطمع والجشع. بس يعني مثل ما تقول انا اللي ماخذ كثير على ابو سعيد، شو هالحكي؟ بتخلي الواحد ما يعود يشاكله بحياته. ماخذ؟ مثل شو؟ انا دريت استغفر الله العظيم انه ابو سعيد ما عم يدفع زكا عن امواله. والمال يلي ما بيتزكى عنه شو بينقال عنه يا حزراك؟ مال حرام. ها انت قلت بلسانك، بقى بتريدني انا الحاج الورع التقي اقبض من هالجاحد مال حرام حق الطلبيه؟ لا طبعا. شفت شلون؟ اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. انا بس بدي افهم ليش انت بترتعبي كثير من ابو زاهد؟ يعني انت ما بترتعبي؟ بلا، بس مو قدك. صحيح هو إله هيبه وروزه، بس مو لدرجه الخوف. انا بخاف منه لانه عصبي وخلقه على راس مناخيره، بعدين مو بيان بيني وبينه غير طلقه واحده. شو قصدك؟ قصدي صار ناترني يمينين طلق وطلقه ثالثه على طلوع خلق بصفى برا. اها هلا قلت. وامتى رمى عليك اليمينين؟ اول يمين قبل ما تشرفينا بشي شهرين، لحد هلا بتذكر يوميتها فات توضى وصلى الصبح وقعدته، وبعد ما خلص سالني عن زاهد، ولما قلت له انك ظلمته وهضمت له حقه كثير انتتر بفرد نتره وعصب ورمى علي اليمين. تنذكر وما تنعاد. اليمين الثاني؟ اليمين الثاني كنتي انت زي ربيت اهلك، يوميتها رجع من صلاه الجمعه سالني ليش مالك عامله الغداء، قلت له يوه كنت عم عزه، قال لي تضربي انت والتعزيل ولك الغداء اهم. كلمة مني كلمة منه عصب ورمى علي اليمين الثاني، ومشان هيك قاعدة ولابدة ومو مسترجية طالع حسي منوب. انه انا بدي افهم شو قصة ابو زاهد؟ ما بيطلق على باله اذى الناس الا بعد ما يدعي. اي شو بيعرفني طفل منه لربه. الو يا ابو عادل، وينه معلمك ابو زاهد؟ ما بتعرف وين راح؟ لا لا ما في شي، بس حابب سلم عليك انت، يعني كنت حابب اطمن على الشغل. وين صرتوا؟ مصرين شوي ما هيك؟ دخيل عينك قل له لابو زاهد ما يتاخر لي عن موعد تسليم الطلبيه، لاني عاطي قول للتجار وبدي صدر البضاعه على الوقت. ايه هيك قل له. الله معك ابو عادل، مع السلامه. اللهم انا نسالك من الصحه تمامها، امين، ومن النعمه دوامها، امين، ومن الرحمه شمولها، ومن العافيه حصولها، امين، ومن العمر اسعده، ومن الاحسان اتمه، امين، ومن الانعام اعمه، ومن الفضل اعزبه، ومن اللطف اقربه، امين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، امين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا، آمين.
وشو مناسبة الدعاء؟ الله يجيرنا من شي مصيبة، أنا قلبي صار بين رجلي. الحقيقة يا نسوان، وقت كنت عم صلي هلأ العصر الجماعة خطر لي خاطف، انشرح له صدري كتير وأدخل السكينة على قلبي. خير يا طير، شو الخاطر بقى؟ بنت أبو نعمان اللحام، أكيد بتعصفوها أنتو. إيه شبها؟ المسكينة ترمدت على بكير وهي لساتها بعز صباها، ومعلومكم حرام صبية مثل الوردة تقضي بقية عمرها هيك بلا جواز. الله ما قالها، ولا الشرع قالها، ولا المجتمع قالها، ولا أنا قلتها. يعني ملاقي العريس؟ اي نعم، على سنة الله ورسوله. مين هو؟ أنا. أنت؟ اي أنا. أنا ليش بحلقته؟ قلت لحالي طالما أنا زلمة مقتدر والله عاطيني، فليش ما بضب هالبنت وبستر عليها؟ أحسن ما يستر عليها حدا تاني ويسبقني بنيل الثواب. يعني رح تتجوز علينا؟ اي نعم، عليكم عليكم رح اتجوز، وسلامة عرفكم. الشرع سمح لي بأربعة، أربعة سمح، أربعة، وأنا لساتني بالثالثة، يعني عم اسبح بالفايش هيك، ما فتت للغميق، ما فتت. وكل وحدة منكم عندها كلمة ضبها بحلقها، الله يرضى عليكم، لا توجعوا لي راسي، اسكتوا أحسنكم. طالما بدك تخرسنا ليش عم تاخد رأينا لكان؟ ما عم باخد رأي حدا أنا، مالي بعازي. ليش أمتى النسوان كان بيتاخد برأيها أصلاً؟ أمتى من متى يعني؟ طول عمرهم نص عقل. شو يعني؟ نحن ما بتاخد رأينا؟ إلهي إلهي سيدي ومولاي، ياخدك لعنة وخلصنا منك على أول سبب. آمين يا رب العالمين. ولك عم تدعو علي أنا؟ بسيطة، طالقات أنتو التنتين، طالقات نادرة فتحي أدانك مثل البرزان. أنت طالق، سميحة سموحتي، انتي طالق، طالق انتي، يلا انقلعوا من وشي انتو التنتين، يلا على بيت اهاليكم، ما بدي اشوف خلقتكم هون مره تانية، يلا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ولك من ناقص، شو فاكر حالك معيشتها بالجنة؟ اصلا هذا اليوم اللي كنا نريده. انقلعوا من وشي، انقلعوا انقلعوا، يلا الله لا يردكم. اوبة مطلقات. شرف اخي، هاي رعبونك وصلى الله وبارك. شو صلى الله وبارك؟ شو عم تحكي انت؟ والاتفاق اللي كان بيناتنا؟ انت قلتها من تمك، كان في اتفاق بيناتنا. ايه مرحبا كان، بس هلا خلاص كل واحد منا بينام على الجنب اللي بيريحه، وانا بصراحه مو هذا الجنب اللي بيريحني، ايه مو هذا ابدا. شو هالحكي؟ شو القصب زاهد؟ فهمني، شفت مني شيء لا سمح الله؟ قصرنا معك بشيء؟ لا والله ما شفت شيء، وربي على ما اقول شهيد، انت ما قصرت، ما قصرت بتاتا، بس انت بتعرفني يا عرب سعيد، بتعرفني منيح، يعني انا رجل مؤمن وورع وبخاف ربي، بخافه تماما. والنعم منك. وانا لما كنت بين ايدين المولى عز بهاؤه اجاني هاتف خفي، هتف باذني انه انهي انهي كل شيء بينك وبين ابو سعيد، انهي. هاتف خفي؟ ومنين هالهاتف بقى؟ من غامض علمه، الله اعلم منين. بقى شوف ابو سعيد، انت شو عامل مع ربك؟ وروح توب واستغفر، استغفره، لحق حالك ابو سعيد، لحق حالك، الدنيا فانيه ماضيه. لك شو عم تحكي انت؟ شو هاتف خفي وهاتف خلوي؟ بعدين شو بدك فيي اذا كنت استغفرت ولا ما استغفرت؟ اصلا منو انت يا؟ منو انت لحتى تحاسبني؟ الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لا حول ولا قوه الا بالله. أبو زاهد تسلم لي عينك، أنا ملتزم مع الناس ولازم أشحن البضاعة بعد أسبوع، وما عاد لحق أشتغل عند حدا تاني. لا تحاول أبو سعيد، الموضوع مو بإيدي النوب. إلا كان بإيش؟ برجلك؟ أنت أكيد حدا مسلطك علي، اتقي الله يا رجل، اتقي الله، هالشغلة فيها خربان بيوت. أعوذ بالله من غضب الله، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لك شو هالحكي هادي أبو سعيد؟ ليش لا أخرب بيتك أنا؟ ليش؟ في شي تار؟ في تار بناتنا لأخرب بيتك لا سمح الله؟ سأل حالك، ليش عم تسألني لي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. الله يهديك يا أبو سعيد، الله يهديك لجادة الصواب والحق. هلأ هذا آخر كلام عندك؟ والله نعم. طيب باشي الحال، بس يكون بعلمك يا أبو زاهد إني ما راح أمرق لك القصة على خير أبدا، وبكرة بتشوف. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب. دخيل عينك يا مصطفى، بدك تدبرني. ايه القماش جاهز؟ لا لا ما بنشيل حالي بعشرين يوم،
إيه لأنه هي الطلبية للتصدير. حبيبي إذا تأخرت من خرب بيتي، يعني لو سوق المحلية ما بتفرق معي، كنت دبرت راسي. إيه بس هي للشيشان، شلون بدي أتفاهم مع الشيشانية؟ طيب شو الحل؟ دخيلك اسعفني فيه؟ نعم؟ حط البضاعة بمشغلين ثلاثة؟ إيه بس بخاف يطمعوا علي. إيه خلاص أنت تكفل بالموضوع، تأكد أني ما بنسالك إياها، ما بنسى وقفتك معي أبداً. خبرني شو بصير معك أول بأول. أهلين بصطيف، الله معك حبيبي، مع السلامة. شو معلمي؟ إن شاء الله مش الحال. ما منقول إلا يا رب، بس أخ هالكف اللي أكلته من أبو زاهد رح يطوشني طوش، بحياتي كلها ما أكلت مثله. والله معك حق يا معلم، لكن عم بقلبه، من طول عمرنا بنتعامل بالكلمة. لك التاجر كلمته طابه عقد، منبيع ونشتري فيها. لك شو صاير لهالدنيا يا مسعود؟ شو صاير؟ معلمي هدول مو تجار أصليين، هدول متعدين على التجارة تعدي. معك حق، مو كل مين قال دي صار طنبرجي، ولا كل مين صف الصواني صار حلواني. اسمعني احكي لك الحكاية. تفضل معلم. هذا بزمانه كان في واحد بده يروح على الحج، ومن خوفه على مصاريه نزل على السوق ليودع عند حدا من التجار، وكانت التجار تودع مصاري وأمانات للحجاج بهذيك الأيام. المهم هالزلمة اختار تاجر لا على التعيين، وحط الخمس ذهبات اللي حيلته أمانة عند التاجر وسافر. لما رجع من الحج نزل على السوق رأساً ليسترد أمانته، بس من لخمته فات بالغلط لعند تاجر تاني، لأنه نسي شكل التاجر الأولاني اللي حط عنده الأمانة وطلب الأمانة من التاجر التاني. جايك بالحكي، كان التاجر قاعد مع أربع خمس تجار على باب المحل وعم يشربوا شاي. لما قال له الزلمة عطيني الخمس ذهبات اللي ودعتهم عندك قبل ما أروح على الحج، طلع فيه هيك التاجر وقال له تكرم عينك، قام عدل له الخمس ذهبات وناوله ياهن. شيه، شلون عطاه الذهبات ومو هو اللي أخذ الأمانة منه؟ طول لي بالك لكفي لك القصة. لما مشي الزلمة بالسوق شاف التاجر الأولاني اللي حط عنده الأمانة وتذكره، قام رأساً دغري سلم عليه وبوسه وطلب منه الأمانة. التاجر الأولاني ما كذب خبر، عدل له الخمس ذهبات وعطاياهم مع حبة مسك. يعني على هالحالة صار معه 10 ذهبات بدل الخمسة. اي نعم 10 ذهبات، بس هالزلمة انشلش من القصة وقال لحاله ليش هداك التاجر عطاني 5 ذهبات؟ شو السر؟ رجع لعنده وسأله هالسؤال. قام التاجر شو جاوبه يا حزراك؟ قال له أنت سألتني عن الأمانة قدام تجار السوق، وإذا بدي أقول لك أنه ما إلك عندي شيء بجوز تكبر القصة ويصير فيها أخذ وعطى قدام التجار وتنضرب سمعتي بالسوق، وأنا اشتريت سمعتي بهالـ5 ذهبات لأنه سمعتي هي رسمالي بالسوق. يا لطيف، هيك ها هيك التجار، مو مثل هذا أبو زاهد. لا تذكرني فيه دخيل الله، لا تذكرني فيه وخليني رايق. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. حضرتك أبو سعيد يا أخي؟ إي نعم، أي خدمة؟ نحن نسوانه لأبو زاهد. هو بعدكم لعندي؟ لا، جايين بدون علمه وبدنا نقلك على شغلة بتهمك. الله يرضى عليك يا أختي، طالما جايين بدون علم الزلمة أنا ما بقدر أسمع شي، عذروني. أصلاً أنا ما بحب الحرمة يلي بتتصرف بدون علم جوزة. نحن ما عدنا على زمته لأبو زاهد، امبارح طلقنا نحن التنتين. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديه على العملة. تفضل أختي، تفضل استريحوا. مسعود جيب كازوزة الخانمات يرضى عليك. حاضر معلم. لا معلش، ما في داعي تعذب حالك. ارتاحوا يا أختي، ارتاحوا، ليش واقفين؟ هات كرسي يا مسعود، هات للخانم. ايه خير، شو الموضوع؟ أخي حضرتك مو موصي لأبو زاهد على طلبية كبيرة مشان التصدير؟ ايه نعم أنا، وعطلني 20 يوم وخاوز معي، الله يصطفل فيه بجاه النبي. انت بتعرف شو السبب؟ لا والله ما بعرف. ابو زاهد ناوي يبيع البضاعه لتاجر تاني لانه دفع له فيها سعر اعلى وقبض منه رعبون اكبر. ها هلا فهمت فعلا، اذا عرف السبب بطل العجب. دخليك، وهذا التاجر التاني بتعرفوه؟ نعرف انه بيقولوا له ابو رضا. ابو رضا بقى هي هي القصه من اولها، شو رايك يا سيدي؟ ما توقعت يطلع هالشي من أبو زاهد. ويا سيدي طلع، شو بدنا نعمل هلأ؟ بسيطة،
هالكف اللي طعمانا يا لازم نرد له يا واليوم قبل بكرة. وانت عيني بس شلون؟ أنا من جهتي ما رح أخذ منه البضاعة، ومو بس هيك رح أنبه على كل أهل السوق ما حدا يشتري منه شيء، خليه يتعلم التجارة على أصولها. طيب والرعبون اللي دفعت له يا؟ مو مشكلة بلا، امشي لقلك، امشي روح لعنده. شلون أخي أبو رضا؟ شو قلت؟ ما عاد بدك البضاعة؟ لا والله ما عاد إلي مصلحة فيها. إيه بس البضاعة نقصت لحسابك يا حبيبي بناء على طلبك، يعني بضاعة بمليونين ليرة شو بدي أعمل فيها أنا؟ ما بعرف، تصرف. شلون بدي أتصرف؟ وين بدي أروح فيها يعني؟ ها ليكون ما بدك إياها مشان ما يزعل أبو سعيد. إيه مو مشكلة أبداً، تكرم عينك أنت وأبو سعيد. خلص أبو سعيد ولا يهمك، خذ البضاعة أنت وبالسعر الأولاني اللي كنا متفقين عليه. شو تشربوا؟ معلش يا أبو زاهد، يسلموا يديك، بضاعتك خليها عندك، أنا ما عاد لي مصلحة فيها. كمان أنت؟ طيب ليش؟ فهموني ليش؟ شو السبب؟ والله كنا عم نصلي جماعة أنا وأخي أبو رضا وشلة من التجار، قام الله الله بعد اسمه كرمه ألهمنا أنه ما نتعامل معك لا من قريب ولا من بعيد، لأنك واحد قليل ذمة وأمانة وضمير. والأهم من هيك أنك ما بتخاف من الله. عن إذنك شيخ. أما خيلي اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب.